واش يسوي تريلي واش مويت بعدا انت دار القهوه ها هو مو بدا سبونسور الناس ما عارفينش هذا السبونسور اللي شادني دابا اللي معنايا ماسك الفيتنس فاكتوري راه غتلقاو انستغرام ديالو كلشي غنحطو في ليان تحت المهم هذا راه كان طرا واحد المشكل مع الشركه اللي صيفطت معها هي اللي كان فيها الديفو ماشي الشركه هما داكشي عندهم خربق سيستم خربق anyway اليوم وصلت لينا جبناها دونك الدراري غنديرو الانباكسينغ ديال هادشي وغنوريكم كلشي دابا اتس جيم ويسو الجيت اخويا برا لوغو خطير الصح تورق الديزاين هذا شي كيبان مزيان علاش معوله قويه علاش معوله قويه هذيك السيفي تاع ناخذ 1000 خلاص قرب باش تقطع لك يدك وي وي هادي فين وصل الوال ديالها كوبي السروال اللي حطها والبحر اخويا ناضي هادشي هو بدا تشوفوني كنتريني الايام القادمه كنت مثلا تشوفني في الشارع لا هذا الشيء هتبدا تشوفوني كنتريني في الايام القادمه المهم بالنسبه للكاليتي انا الدراري ماشي حيت سبونسور ديالي غنقول لكم الحقيقه كاليتي احسن من لي برودوي اللي عندنا في المغرب مليار بورسو على لي برودوي ديال الحوايج ديال السبور داكشي هادي بلا ما نتعقوا على الدراري مقارنه لي بري ديال لي برودوي اللي عندنا في المغرب ولي بري ديال هاد كاليتي احسن هادي كاليتي احسن منها ولي بري كتلقى تقريبا نفس لي بري مع دوك الشركات اللي دايرين في المغرب دونك نفس الكاليتي الدراري ديال هادي احسن من دوك لي برودوي اللي عندنا في المغرب والثمن بحال بحال دونك افو لو شوا المهم السيت الدراري غتلقاو في الديسكريبسيون ها هو هنايا وغتلقاو لي الديسكريبسيون كود ريدكسيون الدراري حتى هو ها هو سهيل 10 دخلوا السيت شوفوا داكشي اللي بغيتو واحد لعيبه اخرى دابا راه كنيغوسي مع ستار مول الشركه باش يدير لكم ثمن ديال الشيبينغ يعني ديال التوصال يديروا ثمن قليل هابط شويه حيت غتجي من انتيك جيم امريكان دونك ثمن غيكون قليل شويه وواحد لعيبه اخرى اللي فات 100 دولار ديال يعني اللي شرا 100 دولار ولا اكثر عنده الشيبينغ يعني التوصال فابور يعني الا شريتي اكثر من 100 دولار تقريبا 1000 درهم ديال لي برودوي عندك شيبينغ فابور يوصلك حتى للدار الله كيتريني ديجا هاد لامارك الدراري خطيره دخلوا تقلبوا عليها لي برودوي عندهم واعرين ديزاينات واعرين وما باش غنوليو جيز اخويا الجينز ومو تيك توك الجينز اخويا الجينز ضروري دونك هذا ما كاين الدراري دابا غنضرب بوست ورك اوت الدراري اللي هو كازين وحلي سالا نقيس لي برودوي من هاد اكثر حاجه الدراري كنت يعني متحمس لها الدراري هي السيرفيطه هادي هي السيرفيطه ويلا قيس دابا جات كاين الحمد لله كاينه ها دونك الدراري صافي جات واعره غدا ان شاء الله تشوفني لابسه باذن الله هاد لي تانك توب تشوفني كنتريني بهم كيما قلت لكم الدراري هاد لي برودوي هما في يدي وعندي لي برودوي ديال ماركات اخرين وقارنا الكاليتي فرق السما على الارض هادشي ماشي كنقولو حيت انا مسيني مع هادو نقولهم لا فيريتي الدراري فرق كبير ما بين الدبانه والطاله لا واش لا وين سميوان دونك الدراري راكم عارفين عندي لي تيشيرت ديال شركه اخرى وهما هادو في يدي درت كومباريزون كاليتي فرق فهمتيني فرق كبير لا في الديزاين لا في طريقه الخياطه لا في كاليتي ديال اللبس
المهم البس جربت هادي ان شاء الله غتكوني غدا لاباس وكلشي. هضروا البوست ورك اوت حمزه عنده ما يقضي انا غندخل ندوش ونقاد لي ريبو ندير لكم فلوق بركه متشيرين. حمزه حمزه كيطير كينقز كينقز كيطير باغي فلوس اللوطو حمزه. اليوم شنو هو اليوم الاثنين سمحوا لي ما صورتش لكم الدراري الباك ورك اوت حيت لاصال كانت بوم. قول لهم راه حمزه لاصال كتكون هذا الاثنين دونك ما كانش كان مستحيل الدراري نصوروا التريننغ. دونك ركز في لونطريمون ديالي ترينيت مزيان الدراري ضرب الظهر وبيسبس اللي فاش دخلت لقيت الكل يوم صلات ما مشيت جبت دخلت الدار حليتها الدراري وناكم لعيبات دابا غنوجد الدروب ديالي اللي غنضرب ونمونطي الفلوق. حمزه الدراري ما تريناش اليوم غنشوف الدراري روبو وغدا غادي نمشي نتفرج الفيديو اللي غتشوفوه اول داي افري داي روبو راه بدل سميه ديال لاشين الدراري كنت كنقول لهم شنو غادي يلاه سير سير كنقول لكم الدراري تسنى تسنى غدا غادي تشوفوا الفيديو غيمشي غتخرج غتخرج لعبه لعبه ولا الخميس المهم غتخرج غتكون شي حاجه زوينه تسناوها في لاشين نبداو بان دونك الدراري اللي ما خبروش ان الله في ناس لاشين الله في ناس اللي كانت عنده هو ميزو يعني ميزو بي ان الدراري ميزو بي ان هكا ميزو دونك الدراري ولا لاشين ديالو غيدير له فيديوهات ديال بزاف تاع القيم بلونطريمون قصد هادشي. دونك تسناو الدراري دابا غنمشي نوجد الروبا ديالي باش نقصاو ندير الكايز اخويا ديال من داك الروبا قول لهم ديال من داك الروبا بعدا ديالي لا لا الدراري الدراري هاد الروبا ديالي الدجاج ريح اصاحبي خلينا بريزونتي واحد ورا ديالو هاد الدجاج الدراري والروز حيت هذا الميل بوست ورك اوت الدراري دابا غنشوفو ما نكذبش عليكم هانتوما كومباريزون دو برودوي واش ديرو فيه هادي ديال واحد الشركه اكس كاينه في المغرب لا لا تسنى تسنى باش قادر نقارنو كاليتي انت لا ما كنقولش نقول لك هاد الكاليتي شوف الدراري انت تشوف هذا لا علاقه شوف التوب هذا الدراري راه الكرامه الدراري والله الا العظمه شوفوا الدراري بيستول ايمان كيقول لكم هذا انا ماشي الدراري باش نكونوا واضحين شوف هذا كالوه نقلل من شان ديال شي ماركه ولكن لا فيريتي الدراري لا ديفيرونس ديال لا كولور الكاليتي ديال الثوب والطبعات الدراري فرق كبير هذه لا فيريتي الدراري حنا كنكومباريو ماشي كنطي نطلعوا ماركه لا ماركه الدراري لا فيريتي الدراري ها نتوما هما بجوج واللي بغى الدراري مرحبا بيه جاني حتى الداري تيستيهم بجوج حتى الريحه احسن من الدراري دونك هذا البلان الدراري غنضربوا في الوقت دابا وباقيين بزاف راه كل مره كنتيستيو تيشيرت حل التيشيرت لا لا بلاتي حل التيشيرت حل 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 تشاشو هذا الدراري اكزومبل من لي تيشيرت اون فوا تلبسو غتقدر انا تقدر تشوف الدراري طبعا شوف شوف كي داير والله فرق كبير ما بين هذا الثوب هذا شوف طبعا كي دايره حتى هي انكلو داخل الخياطه داكشي طوب الدراري واللي غيسطيني انه نفس لي بري والكاليتي هربانه ونفس لي بري هاري 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 هذيك الساعه غنشوف لابسين غدا في الفلوغ ان شاء الله دونك غدا الدراري غتشوفوا كل شيء سهيل كيفاش كياكل غدا حتى لو زاد الدراري انت محتاج انت ما كملتش ما نضيعوش هادشي فهمتي باش نديرو الجيز كامل غمز غمز فرق دا المهم الدراري حنا خارجين دابا وشهيت شي تميل غنضرب شي تميل قلتي لهم الريجيم قلتي لهم الحقيقه لا ماشي قلت لهم الحقيقه اسمع 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 لا قلت لهم قلت لهم بانني الا بقيت غادي اسمع خليني ندوي قول لهم قلت لهم الا بقيت غادي ستريكت بحال هكا نصدق نضيع داكشي اللي خدمت عليه 3 سنين وصرف دونك الدراري كنعاود عاود زعما عاود البلان ديال الريجيم ديالي بيستولي مالو ايوا البلان ديال الريجيم خصني نطلع الكارب شويه الدراري ومن بعد الماكله باقا نقيه ما كاينش ملحه ما كاينش السكر غير زدت الكارب شويه ودابا 10 ايام وانا ندير ريجيم دونك نقدر نضرب تشيت ميل وحده ونكمل عاوتاني في الريجيم ديالي ان شاء الله دونك الدراري في غنضرب تشيت ميل ولا ريفيد ريفيد يعني غنعاود نستوكي الكارز يعني تشيتي وصافي المهم كيتسمى ريفيد اللي كنتي في بيريود ديال ريجيم في برجر كينغ علاش حيت عندهم الدراري كتجبني كاليتي ديال اللحم ديالهم وتيلي فخيت ديالهم جينز الدراري جينز دونك الدراري غندير تشيت برجر كينغ اللي ما عجبتش هادشي الدراري ما عندي ما ندير لكم it's my diet وعارف شكون ندير الدراري سمحوا لي دونك respect my choices كاين الجينز اخويا الجينز دونك الدراري خدت فينا وفينا وفينا خدت هذا بلا هادو غير هذا الساندويش وزدت عليه واحد الفريت بالفخوماج الفوق ما كاينينش هنا تيجيو نوريو لكم ها اللي قلت لكم الدراري ها هي ريح هنايا شويه بشويه 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 ها يونس جينز الحيوان مشي يجيب العباد ديالو راه هو وانا غنضرب هادشي نضرب الدراري اللي خدامين في برجر كينغ كيتفرجوا تما في الجينز اخويا الجينز مهلاين فينا دونك ثانكس ندوزو لهم دابا ديكاس دابا مشيو عندهم دوزو ديكاس
سي بيرمي يدوزو في الفلوغ من خدامين ولا لا؟ ولكن غنشوف معاهم. سمحوا لي الدراري ما قدرتش نصور الدراري هما خدامين. كي لو طال دونك غادي نصور الدراري هما خدامين. المهم ديديكاس الدراري ديال برجر كينغ ديال المعارف. ديديكاس. الدار نوض الحمار ودرنا مع شي دراري حيت كنا خارجين قبيله الدراري ولاد الرباط ديديكاس الدراري ولاد الرباط بغاو يدوزو ديديكاس. دونك مرحبا. يلا خويا شوف ملي نقول لك واحد جوج ثلاثة قول واحد جوج ثلاثة سير غوت. ديديكاس ديديكاس لخويا يونس حناوي وديديكاس خويا عثمان وجيت خويا السعودي وخويا حمزه الضو كاع الدراري ولات جديده مع خوكم فالورا الجيمز اخوتي الجيمز باقينا الجيمز اخويا الجيمز ديديكاس كاع الدراري ولات سلا وديديكاس الدراري ولات الرباط وكاع الدراري ديال الجيمز الله يحفظك يا حبيبي اللي باركين سؤال اش كيدير الدراري كنديتيكم فلوغ باش نقدر نلوح لكم غدا شحال الساعه دابا الساعه الديديكاس 12 الله ربي الدراري ولكن حيت باقي 11 حتى 10 ونص وغدري غدا راه خصني اديتي فلوغ اليوم اكسبورتي جدا الصباح نلوحو ليكم هارد وورك بيز اوف برو بايس طولي برا بايس طولي مي اه 20% فلوغ زاديت ولكن الروينة بقيت الحوايج سبونسور خصني نجمعهم ندير لهم بلاصة في هاد الماريو ولا هاد الماريو ولكن المفاجأة الكبرى عرفتي شناهي يا الدراري شتو كيبان لكم هادشي ياك كنحيدو ها المفاجأة هاد الحوايج فين مخبية شبونس اي واحد في المغرب ولا في العالم عنده هاد المشكلة خصني جوج مليون اخرين فاك دونك قاعد دروينا الدراري باش نقدر ندخل ندوش مزيان يلاه كدخل ندوش الدراري شكون عيط لينا مهدي شكون حمزة شكون عيط لينا سفيان بيكافي عيط لي سفيان بالوك المهم ما عرفتش البلان اللي داير هو قال لي سوالي نعيط لك كنت في ميكارا ما في كازا دونك هو جاي في الطريق سلسلة دابا 12 ونص ديال الليل هو جاي خصنا ندخل ندوش دغيا حمزة غيبقى مسرح تما يعنب مع البيسا ديال العنب شاي وانا غندخل ندوش باش سفيان صباح الخير الدراري يلا فقنا اللي باقي لي 10 ونص دونك ناس مزيان تحس دابا جبال ليكم تما تسعود تولوز دونك الدراري غنبدل الحوايج دغيا كما قلت لكم الدراري مابقيتش غادي ديك ستريك تريجي طلعت الكارت شويه دونك في الروبا ديالي ماكله باقا نقيه البارح درت شيت ميل تما الشوق ولكن تيبي غير ريفيد دي غير باش نعاود الميتابوليزم ديالي من نعاود نفيق شويه كي كيعاونك بالزيت تحرك لي كارز برو anyway دونك الدراري ولات كندخل الكاربس غير في 3 روبا في النهار باقي البلانص ما غير زدت لو تو ديال لو كالوري دابا الدراري عندها فطور هنايا كيما عارفين 500 ديال البيض ديال البيضات كاملين و 100 غرام ديال الروز الدراري كنبدلو بلان كول كيجيو غنضرب هاد البيمو هاداك اخويا انس شوفي باش يخرجو كول البروف شوطوال هاداك السيوة اللي راه خاطر مزال كاين الكاميرا مزال غير شنو وسلا عود كلشي على السبونسور اخويا البيمو الدراري في الكون دافون برو بيجيو بيمو وصل وقت الغدا ولا بيمو وصل الربا الجاي دونك ندير مرة مرة غير باش منزلقش ضرب شي حاجه قرب قبيله يجي داري خدنا قرعه الماء ضروري حيت المساله ليا طلعوا الظهر صعب الاربع طلعوا الظهر صعب الماء وعندي كور في الولفه اللي نسيب الولفه اليوم عندي الخاط اخويا دونك الدراري كما قلت لكم خصني نشرب الماء مزيان اليوم عندي قاري عندي 3 اور ديال تي بي في الولفه اللي نسيت لي زورونج اللي في الولفه و باقي الفلوغ ديالنا لحد ما خاصني ندي معايا بي سي تا وندي معايا تمايا باش نيديتي ونكسبورتي ونلوحو ان شاء الله واليوم عندي الفخار اليوم عندي الفخار ضربت الفخار اخر مره نهار الجمعه ضربت نهار الخميس كاين ميلاد ضربت الخميس دونك اليوم غنضرب الفخار فرقعو مزيان غنضربهم بالتراك سوت بلا
باقي سيرفيت اخرى في الكحل بحالها، باقي بزاف ديال البرودوي خصني نقيس ان شاء الله شي حاجه الهربه والله كاليتي هربانه بزاف. دونك طلع نجيب غدايا دابا ونوجد الغدا اللي غندي معايا. بالنسبه للغدا الدراري وستر كامل فخض 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 الكينز والبطاطا كاربس بروتين بروتين كاربس وعاش غندي معايا روب ان شاء الله مع الربعه. هيت كنشوف هادي زعما الحياه بروحي ماشي غير سبونسور الدراري والله شوف شي حاجه الهربه هربه دونك الدراري قصي دابا باش نوجد راسي نمشي. طلعنا شنو الولفه الدراري دابا في لمسي الولفه باش نديرو تي بي من المدرسة تقول لي عندهم سوفون حاطين في لي ماشين وداك الشيء دونك خصك جوج مرات في السيمانه طلعتي للولفه باش تقرا. ديماغي لا ماشين ديماغي لا ماشين الجروب ديالك باقي باقي الجروب باقي دابا اونفوا ديما ورك ورك حشمه جيت فالاتير بايدا تيكليك لي غير ديرو الميلونش وقت الغداء الدراري هذا الدراري عندي ستيك وروز هنا الدراري وبالي هاد الصومه يلاه كمل الغداء وايل هذا هو سبونسور ديال بيرلي الدراري وايل سبونسور كاين قناه شي ترينيو سبونسور بلان كارزينا صاحبي الله العظيم. المهم الدراري تقداو دابا واحد التابلو فات خاويه ونرجعو نكملو الكود. درنا شونجمون الدراري بدلنا البطاطا الروز بالبطاطا صافي وستيك خليناه هو درنا بيفات لها تنديرو بين الدين خويا هما اللي راسلو الماستيك الدراري يتقدر. المهم الدراري دابا تحرك الوسط ندخل القهوة وندخل نتريني. المهم مشاو لي ليزي طاحو ما عرفتش فين مشاو فوتو لي ماشي مشكل مشاو الدراري دابا دوينا هنا ضربو القهوة نحطو هاد العزيز نخطو بخير. واه نتوما العشرة كي تريني واه اجي 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 عشير واش واش تعدوني في مونتاج هذا العشير ودربنا العشير حنا خرجنا الدراري راه كيبحال خويا ولكن ما كاينه انت غديرو دابا دونك الدراري انا ما ديما بالتحويج تريني حتى هاد فلوغيني كتريني عزيز ولكن راه غنضرب كارد من بعد عزيز بغيت ندير معاه بزاف السيرفيطو كيما جات قدام غنسالي غن تريني السيرفيطو كبيرة تيك توبات وتيشيرتات صافي طبعا حلف صافي دونك الدراري الدراري انا عندي قلعة المسيط عندكم وحدة لا لا كلشي ديال حتى حاجة مسيط دونك صافي غنمشي نشري قلعة نمشي نشري قلعة الماء الدراري وندخل نبدا لونطريم ولكن طلع لمك بي سي ا ا دونك الدراري مشاو لي ليزياج غندير بحال ما طرا والو هاني غنمشي نشري قلعه تما دابا باش ندير البي سي ا نبدا في خاد عاوتاني الجينز كيولي غدريني راسي حتى واحد ما كاين. احسن حاجه دار عزيز في حياته هي جاب الدواز زاده حيت انا نسيت الشيكر ديالي اليوم. ميرسي خويا عزيز على الدواز انا نمشي نمشي لحظتك انا خويا عزيز كي جاتك مزيان ماشي ماشي بعد لما كيشبه توني ديال الكابتن ماجد شنو تقول لي كابتن ماجد؟ جات مزيان بس دوين السيرفيطاج الدراري ماشي غير ديال اللبس تخرج بهم حتى ديال لونطريمات كنطرب فيهم في خاد دابا الراحة والسياحة دونك عادي ساهل غيضرب بيسيبس وامين صحة وداديين كنطيحها مع الوداديين عباد الله لا بيلا خويا تتفرجوا في الفلوق كم باك بليز كوني الجنوبية ما عندكش كونيكسيون أمير بهذا المنبر ما عندكش كونيكسيون عارفة وكشي في المغرب كونسيبتي بهذا المنبر عندك كونيكسيون عندك فاكورة بغي يصيفط لي ميساج هما غيتفرجوا غيصيفط لي ميساج لا غير عندك كونيكسيون لا غنصيفط لك واحد 10 دراهم ديال كونيكسيون باش نقول لكم الدراري كونيكسيون في كوريا هي اسرع كونيكسيون كاينه في العالم عطينا شي مواطن كاين في هذه الكره الارضيه هي ديال كوريا دونك معنا الدراري غنبدا في خاد دابا دونك فيديو غيبدا واحد جوج
so cry. I'll be lost out somebody. عليكم حاس براسي قادر نحط خمسه ولا لي زيس دونك ضربت في 110 بونس شحال كانت تكون كانت 110 كانت 100 كانت 110 ضربت بها مزيان 13 بوين بلا اسيست ما حسيتش شي لعيب دونك غنزيد نطلع البوا ونضرب بلا اسيست عاوتاني شوف كي غندير لها بالنسبه لطريقه الخدمه درنا صح صح هبط بشويه دير الصمته هاتي ملي غتقل دير الصمته وما تطلع ما تسرحش رجلك طلعت قررت تسرح رجلك مثلا رجلك بحال هكا ما تسرحش بحال هكا بحال هكا وعاود هبط عاوتاني ومني تهبط هبط بشويه ماشي تهبط بومبي كي هبط بومبي كي العقل في لومبير دونك هبط بشويه وطلع بشويه ودير بول تقدر تكونترول الا كنتي باغي تزيد على الليميت ديالك بشويه بواحد 5% 10% دير سانتو شوف شي واحد يوقف وراك باش ايفيتي لي بليسيور وشكرا دابا غندخل للعدد يلا ضربت سكوات سيري شوف هذا دونك الناس باغيين يفرقعوا الفخاد باغي يفرقعوا الفخاد لاماس ليزيكسيس دو باس سكوات لي فونت بريس لي فونت فيهم بزاف ديال لي فارياسيون كل مره ديريكم نكون فارياسيون دابا غنضربها في السميت ماشين الهدف وراها غنضرب بريس زيد عمر وصافي شوفهم في الفيديو الجاي واحد لعيبة اخرى الدراري شي كنركز عليها الله يحفظكم الدراري ما تنساوهاش مثلا نضرب شي اكزرسيس نضرب واحد البوا مثلا تبقى طالع في البوا طالع في البوا دابا هنا بديت ب 15 ياك في لي فونت 15 بقيت طالع 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 وصلت لاش وصلت 25 25 ولكن ضربت فيها مثلا اكثر من 10 بوان ضربت فيها شي 12 بوان كل درجه بوحدها يعني عندي لا بوسيبيليتي باش نزيد الا تراك هذا البلان مثلا ضربتي بواحد البوا يقدر يكون الماكس ديالك ولا مثلا ضربتي بواحد البوا وضربتي بيكسر من 10 النقاط مثلا ضربتي 10 ولا 12 حاول تزيد سيري اخرى وزيد البوا عاوتاني مثلا 25 نزيد 5 دابا 30 30 60 وغنحاول نموت معاه نضرب اوما واحد 8 النقاط ولا 6 كاع فهمتيني بحال هكا غتورك على الميسكل ديالك غتفورسيه باش يكبر وباش يولي يهز البوا ثقل ما تنساوش هاد اللعيبه الدراري دابا غندخل غنضرب سيري الاخر 60 شوفوا الفيديو دابا بريسا كيما شفتو دابا ضربت هاد السيري الاخرى ما كنتقلش فيها بزاف ما كنديرش شي بوا خيالي كيما كيديروا شي وحدين تقول لك شوفني زعما راه فخادي باغي تطلع الميسك انت ما كديرش باور ليفتين كدير بادي بيلدينغ يعني باغي تفرقع الميسك فهمتي دونك غدير واحد البوا شويه قاصح ولكن اللي غتقدر تكونترولي وتضرب فيه ما بين 8 نقاط حتى 12 نقطه قاصح وفي الخدمه الدراري ما تلوكيش رجلك يعني ملي تدفع ما تسرحش بحال هكا وتحط البريسيون على الركاب سبونسر شي فيديوهات شي وحدين الله يحفظ اشرا لهم دونك دفع غادي مثلا دير رجلك كدفع بحال هكا توصل هاد النيفو ترجع عاوتاني دفع عاوتاني توصل هاد النيفو ترجع ومنين ترجع مثلا ماشي ترجع حتى الباسان ديالك غير ترجع تكمل ترجع ديال رجلك عاود طلع عاوتاني تقرب تسرح ورجع عاوتاني
بحال كتخدم ميوزيك بوحدهم بريسون كتلقى الفخاط بوحدهم ما كتحطها لا ركبه ما كتحطها على لومبير بحال كما كتبعد لي بلوسير وكتخدم خدمه مزيان والله واحد راسي نجي يقول لي صافي بارك على المولي هادي انت خويا جيت تريني راه ممكن نخدم كذا دونك درينا ديك الاكزرسيس هذا غندير فيه واحد السيريات لي بوان اقل بوان اقل سيري فيها 12 نقطة ما نشوف هذا الفيديو تاع الفيسا عطيتينا خدمه ولكن بعدا ما نديرو anyway الدراري اول حاجه كيما نكون بعد الطريمون هي صوص ديال الكاوس هي هاد البنانه نو هوم نضربو الدراري وغنتحركو بيزا في الطريق الى المنزل كنشكرو زكريا حيت جا صورنا اليوم صور لي الفيديو كنشكر خويا زكريا حيت ما كان حتى واحد ريح اش بغيتي دير دابا باش دونك الدراري ريح دونك الدراري حنا غاديين دابا محركين للدار باش نقصي كايتي دابا المهم شوف نتحرك للدار نقصي دابا باش نديرو الجينز اخويا يلا خط للدار كاو بارسا خسرو ديما ندير ليكم ثلاثة اصاحبي ولكن كيما دارو داك الروت ديك العودة ما عرفت لي دارو فاش عاودو دارو باريس سان جيرمان دونك قدرو يديرو اليوفي ساهلة anyway الدراري الباك بوست ورك اوت ميل كفتة والدجاج صوص ديال الكاروز يلاه كيطيب مابقيتوش واجد المهم بعدا دخلت الكاروز ديجا مع الكازين وحليب زيرو ماشي هذا في الشكل الاخر والبانة اللي ضرب دونك الكاروز داخل نضرب هذا ولوباج جاي دخل الكاروز واخا معطل كيما دخل شويه الكاروز ماشي مشكل دونك قصي هذا دابا الدراري ونكمل الفلوك شباك معطل بزاف سمحوا لي على التعطال ديال لي فلوك القرايه معاك ثاني الدراري الدراري كنبغي ابرود لكم لي فلوك في الوقت ولكن هاد السيمانة عندي مشكل ديال الويفي مشينا خلصنا وكل شيء خمس ايام ما بغاش يخدم كتعيط تكنيسيان جوني جاني اليوم مشاو للدار عرضوا عليهم تما في لاجونس قال لك صافي غدا غيجي يصوب دونك هما الفلوغات تكون ابلوديشن مسالي دابا عندي جوج فلوغات واحدين هذا اللي كتشوفوا فيه ديجا فيني باقي غير فين الليله البارتي ديال الاخرين ديال الليله باش نساليه والفلوغ اللي قبل جواز ما قدرتش نلوحو بغيت نلوحو كارت جي ما يقدش الوقت شحال من لعيب دونك انا كنتسنى تصاوب اتصالات دعيتكم الله ياخذ بكم الحق اتصالات دعيتكم الله ياخذ بكم الحق سيرفيس ديال داك خسر بالهضره المهم الدراري صبروا بالضبط مع هذا دونك الدور بالاخر باش نشد راسي ندير الجينز اخويا خلا كيسي نايستاز بزاف الناس يكونوا كيعرفوه قال لك الحياه افضل بعد الدوش الحياه افضل بعد الدوش لايف از بيتر افتر شاور المهم الدراري دابا خرج من الدوش انا فيل جريت غنضرب دابا هذا السانسيت ديال كياني بالليل
في اوميغا 3 بزاف ديال الفيتامين وديال السابلمنت اللي كنحتاجهم نورمالمون كيحجم الكور ديالك بزاف ولكن ما بريسك امبوسيبل تجمعهم من الماكله ديالك في نهار واحد وشلاي دونك هذا الدري في داكشي كونسونطري 100% اورغانيك 100% ناتوريل حتى عندك في قريعه صغيره دونك هذا الدري كنضرب ثلاثه قبل من الروبا الاخر ديالي هادشي اللي كاين الروبا نوري لكم دابا الروبا الاخير قبل النوم بيض ديال البيض بير و جبونس بيضه وحده كامله وبطاطا مسلوقه وهذا زيت الهواء المهم بغيت نقول لكم الدراري علاش درت السيمانه ديال ستريكت ريجيم ريجيم ستريكت ديال بصح وملي ريحت وجلست فكرت كنت غادي فواحد الطريق اللي ما مسلكانيش غادي نضيع لا ماس مسكولير اللي انا تعذبت عليها ديال بصح دونك خرجت من ديك ستريكت ريجيم كاربيت شويه باش نرجع لليطا ماشي اللي طلعت فيها طبعا حيت اللي طلعت فيها قبل كنت مرون الماكلة كنت كناكل مزيان ولكن كنت كندخل كندخل الدهنيات بزاف كندخل الزيت ديال القلي بزاف كنت كندير تشيت ميلات بزاف دونك كان الكور ديالي شبعان ما شبعان دهنيات شي حوايج اللي انا كنت غينا عنهم فهمتي دونك دابا الدراري غنطلع الكاربز يعني الكاربز من دي سورس مزيانين وغنمشي مثلا واحد اون سيمين بحال هكاك اللي غنكاربي فيها مزيان ومن بعد غنرجع للريجيم اللي كنت فيه ولكن دقه 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 يعني كل سيمانه تمهبط شويه ماشي كيف ما جيت اهبط دقه وحده كنت غير ريسكي بزاف د الحوايج دونك هادشي اللي كاين الدراري ضربوا دروب هذيك ونودوكم ان شاء الله الى لقاء فلوج جاي وكنتسناو تنقول لكم شي لعيبه بس سير بغيت نقول لكم بغيت نقول لكم الدراري راكم عزاز وحق الرب في القلب والهيترز ان شاء الله دابا تشوبوا وغتوليو نتوما عزاز دابا غنضربوا كازين اخويا ونمشيو نتلاحوا الناس المهم كنتمنى الدراري يعجبكم لي فلوغ راه كندير جهدي دراسه ولونطريمون ولي روبا بزاف د الحوايج كنحاول الدراري نفلوغيو مع ذلك كنيديتي وداكشي دونك صبروا معنا الدراري لا تعطلوا لي فلوغ ولا شي لعيب anyway. ما تنساوش الدراري تابوناو وديروا جيم سيرتو جيم جيم هبط لتحت فرق عليا البوس بلو نشوفكم ان شاء الله فلوغ جاي